زي ما قلت وقلت كتير جدا، الاهداف الحامله هي رساله امن وامان للاجانب الموجودين، انها مصر بلد الامن والامان. نمره 2 حته المضايقات من البعض، الفتنه البعض اللي ممكن يتعرض ليها وبتاع كلام من ده، اليوم ما ينفعش لان احنا هنشتغل معاهم بالقانون، فيعني ما ينفعش. لا مستمر، احنا موجودين. الحمله دي على فكره كانت مستمره قبل كده واحنا من مستمرين فيها، يعني مش اول مره، جت هنا مرات كتيره جدا. الحملات دي اتكررت قبل كده كتير، فمشيت الله تعالى احنا مستمرين موجودين مع الدفاع القانونيه كلها. قانونيه ان شاء الله قانونيه. مين مشارك في الحمله؟ لا مشارك معانا القيادات كلها موجوده، المديريه كلها، قطاع امن الجيزه، الاداره العامه لقوات الامن، الاداره العامه لشرطه الجيزه، الاداره العامه للمرور، الاداره العامه للبلد، كل الادارات النوعيه موجوده، القطاعات الجغرافيه، مدير القطاع الجغرافي، مدير امن القطاع الجغرافي موجود، مدير حضرتك كله موجود معانا، الامن المركزي معانا، قوات الامن كله موجود.